من رحم الموت أرادت هذه الطفلة أن تخرج إلى الحياة، لكنها لم تستطع لتلحق بركب أمها الشهيدة وأبيها الشهيد وأختها الشهيدة. وهذه أنقاض منزل عائلتها الذي استهدفته قوات الاحتلال وحولته إلى ركام. هذا الصاروخ زي ما أنتوا شايفين قضوا على عائلة أخوي كاملة قضوا عليها. أخوي شكري أحمد جمعة الشيخ وصبرين وليد السكن اللي كانت حامل في صبرين الروح اللي سميتها اللي هي في المستشفى، قضت عليهم وقضت على ملاك قسما بالله بتموت فيه ملاك، قضت عليهم كل وحشية كل أريحية في لحظة بسيطة جدا قضى عليهم كل هيتهم وأي بيت العيلة تبعنا يكون نبنتنا فيه نعمل ذكرياتنا فيه عيد ميلاد نعمل فيه. حتى في عندي كمان فيديوهات عيد ميلاد العيلة للحج كنا نعمله في شقة شكر أخويا هذا نعمل وننبسط ونقعد خلاص زي ما أنت شايفين عبارة عن ركام متجمع. الأم الشهيدة التي كانت حاملا في أسبوعها 30 شاء القدر أن تذهب ابنتها إليها حتى لا تشتاق لها كثيرا بعد عملية قيصرية معقدة للشهيدة في مستشفى الكويت التخصصي في رفح، استخرج الأطباء من خلالها الطفلة التي استشهدت لاحقا. إذن انضمت هذه الطفلة الشهيدة لآلاف الأطفال في قطاع غزة الذين استشهدوا بسبب الحرب الإسرائيلية التي لم تفرق بين حجر أو بشر. وبعد مرور 200 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تحولت حياة الأطفال إلى جحيم يتخلله الخوف المستمر، وخاصة بعدما سلبهم الاحتلال الإسرائيلي مكان عيشهم ومدارسهم وألعابهم وأحلامهم وصحتهم وحتى ذويهم. وتقول منظمات إغاثية إن حياة الأطفال في غزة باتت معرضة أكثر فأكثر للخطر، ليس بسبب استمرار الحرب فحسب، بل بسبب استمرار سوء التغذية وانتشار الأمراض والعطش، وأن تلك العوامل قد تؤدي إلى انفجار في عدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة.